لكن اروح بسرعه لمقر النادي الاهلي بالجزيره وفي اطار المتابعه مع زميلتنا العزيزه نورهان طمان في لقاء مهم مع الكابتن او الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. اتفضلي يا نورهان. يا مساء الخير على كل طبعا مشاهدي قناة النادي الأهلي، ولازلنا مستمرين معاكم في تغطية حفل مراسم توقيع عقد الرعاية الثالث بين طبعا شركة جي ال سي والنادي الأهلي، واحنا هنا طبعا من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. معانا طبعا عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السيد طبعا طارق قنديل، يعني برحب بك معنا شاشة قناة النادي الأهلي. أهلا بك يا فندم وأهلا بكل جماهير النادي الأهلي وأعضائه. يوم جميل من الأيام اللي هي متوالية ورا بعض بخصوص الرعاية، عقود الرعاية للموسم الجديد اللي هتستمر 4 سنوات إن شاء الله. حاجة استمرار للفكر التسويقي والاقتصادي اللي ماشي بيه النادي الأهلي. استاذ طارق، يعني كلمنا بقى عن يعني الحمد لله طبعا ده العقد الثالث، كواليس الأمر ده جت ازاي؟ لا هو يعني تجديد طبعا، يعني خلينا نقول ان ده تجديد عقد رعايه جي ال سي. مش حكايه كواليس، احنا زي ما عرض كابتن محمود الخطيب اللي هي كل الاطراف بتبقى متعاونه، الشركه المتحده الحمد لله مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب والرعاه اللي هو اسم النادي الاهلي جاذب لكل حد يعني، ف يعني الحمد لله كل الرعاه يتمنوا ان هم يكونوا اسمهم مقترن باسم النادي الاهلي، وفي نفس الوقت احنا بنحاول اكبر دخل ممكن للنادي الاهلي من العوائد دي انها تخش النادي، عشان زي ما حضرتك عارفه مصروفات النادي الاهلي مصروفات باهظه سواء خدميه انشائيه مصاريف كل الالعاب، فده في النهايه بيعود على اعضاء وجماهير النادي الاهلي بالنفع ان شاء الله. استاذ قنديل، كلمنا بقى يعني احنا نكون طماعين ونعرف منك فيما هو قادم ان شاء الله، يعني عقود الرعايه هنستفاد منها ازاي، النادي الاهلي يقدر يستفيد منها ازاي، هيأثر ازاي، عايزين الحاجات اللي بتهم او بتمس الجماهير. الامور واضحه جدا الحمد لله، هو اكبر ما يتميز به النادي الاهلي الشفافيه في الكلام ده كله، يعني ميزانيه النادي الاهلي واضحه، عقود الرعايه واي دخل بيخش واضح جدا طريقه انفاقه سواء الحاجات الرياضيه اللي احنا دايما النادي الاهلي قدره ان هو يكون الاول في كل الالعاب، فبتحتاج مصروفات كبيره في نفس الوقت العمليه الانشائيه اللي ماشيه والخدميه، وبنتهز الفرصه دي وبارك لجمهور النادي الاهلي واعضائه على الفرع الجديد في التجمع ان شاء الله. طيب كلمه بقى اخيره بعد المباركه على فرع التجمع، كلمه اخيره بقى لجمهور النادي الاهلي في طبعا يعني مناسبه سعيده زي النهارده. جمهور النادي الاهلي هو الاساس، هو رقم واحد، اي تطور في اسم النادي الاهلي، اي عوائد بتخش النادي الاهلي مصدرها الرئيسي هو عشق الجمهور ده وتشجيعه للنادي الاهلي. شكرا لحضرتك. شكرا فندم. ده طبعا كان لقائنا مع استاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي اللي كلمنا عن كواليس وامور تخص الرعايه، وجه طبعا كلمه اخيره وكلمه شكر لجماهير النادي الاهلي، وايضا طبعا يعني بارك للنادي الاهلي واعضائه وجماهيره على افتتاح فرع التجمع. ده كان لقائنا مع استاذ طارق قنديل، شكرا لكم جدا وعوده مره اخرى الى الاستوديو. شكرا نورهان، بالتاكيد على لقاء الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي.